السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكرام اللي سامع جديد معكم يا محمد. فيديو جديد، فيديوهات لعبة كونكر اون لاين وايفنت الهالوين المميز والحصري. بصراحة يا جماعة الايفنت دي في شوية هدايا روعة جدا، بس في البداية متنساش تعمل لايك وشير في كل جروبات صفحات كونكر اون لاين، ويلا بينا نعرف تفاصيل أكتر من خلال الويب سايت. الايفنت دي هيبدأ من يوم 22/10، هيخلص يوم 11/11 بإذن الله تعالى. ايفنت جميل جدا وسهل وبسيط وجايزه حلوة جدا. أول حاجة بتكلم الـ NPC دي، طبعا هيقول لك القصه بتاعته. على فكره الجيرمنت والماونت الحاجات دي كلها حلوه جدا، خلي بالك حتى القصه كمان تحفه. بيقول لك ان هو كان في ملايين من المحاربين اتدفنوا تحت الارض وخلافه. طبعا هو عايز يسيطر على ايه، على المحارب ده، وقال انا هرجع لك تاني يا برنس. من الاخر كده يا زميلي، نتكلم اللي بيسي ده زي ما انت شايف كده اهو، حلو جدا. عندك هنا ما بين ويتش هاوس وجريم لوفت، وعندك كمان سايلنت هيل، حلو جدا. زي ما انت شايف العلامة الزرقاء دي هي الإجابة الصح، خلي بالك اهو زي ما انت شايف كل ده صح. هو أصلا الكويسات كلها بتلقائية، جميلة جدا. نو ثانكس اهو، لسه دلوقتي هنعرف كل التفاصيل والجوائز بس لما نخلص الكويست في العموم، يعني الكويست اللي هي بتتعمل دلوقتي. زي ما انت شايف كل حاجة بتلقائية، جميلة جدا. ثانك يو. دلوقتي يلا نروح، في واحد ماشي على الجسر. الروح بتاعته اتسحبت بقى شكلها كده. نتكلم الـ NPC ده بعد كده. I will go to find him. يلا بقى نشوف ايه اللي هيحصل. هنقتل مجموعة الوحوش دي اللي انت شايفينها اهو. الـ NPC اهو ظهر لك تلقائية. confirm you are كذا. انا بيعجبني اصلا الايفنت اللي هو كل حاجة سهلة تعتبر فيه، خلي بالك كله اوتو اوتو اوتو، دي حاجة جميلة جدا على فكرة. ظهر الوحش نذر، تعالى كونجراتوليشن، واخدنا سبكتر بيل. تمام، عايزين نعرف سبكتر بيل ده هنعمل بيها ايه. ماشي، تعال نروح بقى على ديفل جيمز. هنا بقى في 3 كوستات، ديمونيك كاندي والتر ونارو. خلينا واحده واحده. زي ما انت شايف بتدوس على الجواهر دي بتطلع لك وحوش. تعالى تعالى اللي بعده. تمام كومبليت، وخدنا برضه سبكتر بيل. اللي بعده دراكولا، طلع لنا ايوه. هات بقى ايه، اكيد في وحش هيطلع لازم. يلا اللي بعده. حلو الافكت ده، يا سلام بقى لو في الاخر يطلع لك وحش كده في الاخر بعد كل الانوار دي. شوف انت بتدوس عليهم 3 مرات على فكره. دوس تاني ودوس تالت وكده تبقى حمرا حمرا. اللي بعده واللي بعده. طلع الوحش هنا واخد لها واحد. اخد وقت نت والله. ان كومبليت. هنا بقى السباق الحلو اللذيذ ده، خلي بالك من الثلج، خلي بالك خلي بالك. هوب هوب هوب. هو الوحش. طب تعالى ايه نضربكم انتوا، ما ينفعش تبقوا موجودين هنا. يلا بقى تشالنج اجين، ستارت ذا جيم. تعالى خلي بالك امشي كويس. ذا ريورد اوف تايم سبكتر. طيب اهو ذا تريجر كذا. طب تدوس كده تشالنج اجين، ندوس على I don't want it complete. وكده يا معلم عملنا كده معانا 7 سبكتر بيل، حلو خالص. عندك هنا كمان فانتوم فلاج فانتوم بيل، ندوس كده نشوف هنا بس ما معناش لسه الموضوع ده. طيب تعال بقى نشوف التفاصيل اكتر من خلال الويب سايت. الايتمز المطلوبة عندك سيريال كريستال سبكتر بيل، طبعا دي بتزود النقاط بتاعتك. ديمون بيل سول باكت فانتوم فلاج فانتوم بيل وغيره من الايتمات المهمة جدا. طبعا انت بتكلم بتاع احنا كلنا شفناه. تعالى نشوف هنا دي المهمات خلصت. في هنا حاجة مفيش. تعالى نشوف الـ NPC اللي بعده. I'm going now return to town city. عشان كده تمام الدنيا، حلو خالص. عندك بقى هنا فيش هوك ستارت تشالنج. استنى بقى، عندك هنا بيديك يا سيدي 50% ماجيك دامج،
هنا بيديك 100% بيدمج، وبيديك كمان سترايك. حلو، سيلكت تشالنج بقى، اضرب. اضرب، حلو. لا 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 كده، لا كده، لا كده، لا كده، لا ما تهزروش. ايوه تمام، سترايك حلو خالص. يلا بقى موت يا معلم، كده خدنا واحد سبكتر بيل. اللي بعده لذيذة والله، ستار ذا تشالنج، بس السكور بتاعي قليل. السكور بتاعي لا لازم نزوده في، انا عندك كذا حاجة خلي بالك، بس ده لازم بعد 106,000 نقطة نزود القوة بتاعته. تعالى كده نعيد تاني، انت لازم تزود قوة الوحش اللي معاك. انت اهو المهمات دي بيقول لك مثلا والله ده ب 2000 سكور، طب عايزين نزود الوحش اللي معانا بندوس التشالنج اهو، بندوس على دي، بعد كده عايزين نزود القوة بتاعت الوحش بتاعنا بندوس كده، بقت معانا حلو خالص، هدية كويسة جدا. بندوس كمان مرة، كمان مرة، حلو خالص. معانا كده القوة بتاعتنا كام؟ القوة بتاعتنا بقت 4000. بندوس على ستارت تشالنج، هنا بقى بيقول لك انكريز بي سترايك 4% ولا انكريز بي اتاك 50 ولا انكريز ماجيك اتاك. انا انكريز بي سترايك اكيد عشان نطلع بي سترايك على ايه، على الوحش ده. نشوف بقى التشالنج اللي هيحصل. هوبا، ده الواحدة بي سترايك هتجيب اجره دلوقتي. حلو على فكرة والله العظيم، لعبة لذيذة، ممكن تعمل سكيب وتريح دماغك لو انت عايز تنجز بسرعة، بس لا برضه يعني الموضوع برضه حلو متعب عليه. 4000 4000، هنعمل التشالنج افضل عشان نزود دم الوحش بشكل اكبر. 1 2 3 كده يبقى معانا اكتر من 6000، 7000 كمان. حلو، كل ما يبقى اعلى سكور بيبقى افضل على فكرة. انكريز، يلا بقى اللي بعده، 4 بسترايك. يلا بقى وورير وينو كونكر ضد فاير فاين اللي بعد. هوب اضرب اضرب، اديله على دماغه ولا يهمك، اديله واحدة كمان. ده الماونت على فكرة، ده شكله تحفة جدا. تعالى بقى ايه هنا، 7000 7000، نجرب بقى نجرب. هنا البي سترايك لا دمج 3%، حلو ده دمج بقى يا رب بقى. يلا وريني، حلو خالص، حلو جميل، عسل. اضرب واحدة كمان، واحدة أخيرة بس كده، خلص الوحش. حتى الإفكت والرسوم حلوة جدا على فكرة. هنا التشالنج اللي بعده خلي بالك، 4000 بتعمل كده اهو، وكده فضل لنا واحدة بس فقط لا غير، ونلعب يا معلم ونعمل ستارت تشالنج. عندك هنا الإبك، إبك إبك، عندك هنا 300% بي دامج، عندك هنا اتاك ذا انمي 5 تايمز، حلو تضرب الوحش 5 مرات ولا تزود الدمج 300%. تعال نزود الدمج 300% افضل، انا عارف ممكن اضربه 5 مرات حلو مش وحشة، بس ايه حلو. شفت ازاي البي دمج نقص دم الوحش جامد. لا 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 كده هنا، ايوه بس كده، واحدة اخيرة خلصت على كده، لذيذ والله العظيم بجد، ايفنت حلو على فكره. خدنا اثيريال كريستال ودي كويسه جدا. تعال بقى ندوس هنا في حاجه اسمها ويتش بليزنج دي، اللي هي فيها القوه بتاعتنا الليفلات بتاعتها عموما اللي هي بتاخدها يعني بتساعدك. هنا في ايه تاني، هنا بقى 16000 وانا معايا 11000 سكور فمش هينفع. طيب معانا الايتمز والماتيريالز دي، وعندي كمان البوكسات الحلوه جدا اللي فيها ممكن تاخد اثيريال كريستال. عندك ستونات، عندك ملايين تبرم، ملايين دونيشن وغيره. يلا بينا. هوب 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 هوب، ايه ده؟ ده فتحت كلهم مرة واحدة. ستون بلس 500 مليون، الله. وعندك ريدنت ستار ستون، حلو. تعالى 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 تعالى، بيت بارون والله حلو جدا، وارشيف بايش الشغل العالي ده يا جدعان. طب خلي بالك بقى من الفريجمانات دي عشان خاطر دي اللي بتديك الواضح، انها بتديك الجرمانات والمونتات، لان بيقول لك هنا لما انت بيكون معاك 30 واحدة منها بتديك جيرمنت 3 ستار، لما يكون معاك 60 واحدة بتديك جيرمنت 5 ستار، ولو يديك بس باوند، ولو 80 واحدة بتديك الجيرمنت 5 ستار بس مش باوند، 40 واحدة منها بتديك تلاتة جيرمنت اللي هي الماونت 3 ستار. تعال بقى نشوف لكم الماونتات والجيرمنات والكلام ده كله، اخفي الكلام ده كله هنا. تعال بقى نشوف الجيرمنت اللي هو بيتكلم عليه، في هنا 100 بلانت، حلو والله. اكيد هتلاقي اخر واحد، لا مش اخر واحد،
فينو 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 اسمه ايه بالظبط؟ جيرمانت تايجن سبيريت. تعالى 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 هجيبك. لا اهو 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 لقيته اهو. اوف يا جدعان تحفة. تعالى بقى المونت بتاعه. يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله يا حلاوته. بص بقى الجناح، الجناح ده الرنكات يا جدعان، ده الهولي جريل، ده الايفنت. اسم الجناح ايه؟ تعالى بقى ننزل هنا نشوف الجوائز بتاعته. اسم الجناح ابيتال فليم اهو. بص بقى، بص بص الايفكت اللي هيظهر دلوقتي. بص بص اهو اسود وبمرة واحدة احمر او برتقاني، يعني شايف ازاي؟ ده جناح واحد على فكرة بيتلون تحفة والله العظيم بجد. بس المشكلة ان ده خلي بالك للرنكات العالمية، يعني فاهمني مشكلته بجد بجد للرنكات العالمية. عارف لو ما كانش الرنكات العالمية كان هيفرق جامد. عندك هالوين كارنفال اهو اهو زي ما انت شايف. ده طبعا الرنكات العالمية جوايزها كتيرة جدا 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 على فكرة يعني. طيب تعالى نكمل بقى الايفنت كده، بندوس على جرين بلوفت. هنا بقى الشبات اللي هتظهر، عندك ديمون بيل ال10 منها ب 9 انيما، وال21 منها ب 10 انيما، و42 واحده منها ب 11 انيما. وهنا عندك الجرمانات والمونتات اللي تقدر تجيبها من خلال سول بيكت، اللي هي دي اللي انت شفت ان انا باخدها وانا بعمل التحديات بين الوحوش. جرمانات ومونتات وايفنت وهدايا جميله جدا جدا زي ما انت شايف، وانت شفت صندوق الهدايا اللي انا خدته بجد روعه روعه روعه، ستونات وغيره. طيب عندك كمان هنا في الرنكات، الرنكات هنا لو انت عديت 20,000 نقطة بتاخد عندك اللي هي سبلاي باك فيها ستونات وهدايا جميلة جدا زي ما انت شايف. 100,000 برضو 10 منت برا وغيره من سيريا كريستال، يعني جوائز رنكات حلوة جدا. عندك كمان رنك ريورد جلوبال رانك، وكمان رنكات الاصدارات ما بين الاصدارات الانجليزي، يعني ده رانك الاصدار بقى لوحده. رانك العالمي زي ما انت شايف الجناح ب 13 انيما و50 واحده من ايتم الوحوش وهكذا. زي ما انت شايف عندك ال 12 انيما من الثاني للثالث، و11 انيما من الرابع للسادس، وب 10 انيما من السابع للحاشر. بس ده هنا ياخدها ب 90 يوم، وهنا ياخدها 180 يوم، وهنا ياخدها بيرم حلو برضو. هنا عندك بقى الرنكات اللي هي مثلا بين الاصدار الانجليزي وغيره، هياخد ديه، هيقدر ياخد يختار الجيرمنت او الجناح اللي هو عايزه. او لا دي مونتات على فكره، مونت ارمور مونتات بس فقط لا غير. عندك كمان هنا اللي هي بتاعت الريليك بياخد 3 ماكس يونيك اتريبيوت، وعندك كمان هنا رير يولورون ودي حلوه جدا زي ما انت شايف الجوائز بتاعتها تحفه. لوكال رانك بقى يا معلم، دي رانكات السيرفرات. اول واحد ياخد 1000 اوكن سبيريت، 500 حجر احمر، و100 مليون تبرع خمسه منها، ده الرانك الاول. تاني التالت زي ما انت شايف الاداء بتاعته حلوه جدا. بس على الفيو رانك من هنا طالع الرانكات الاولى، لا ما تقولش ده ما شاء الله عليه، ده معدل 205,000 وانا لسه يا دوبك 10,000. والاتشيفمنت ريورد طبعا لما انت بتعلي الوحش بتاعك وغيره من الايفنتات بتقدر تاخد الهدايا الجميله جدا دي زي ما انت شايف. ستونات لا ستونات 8 الله حلو ده، بس طبعا لو توصل ليفل 100 اكيد صعب جدا طول ما فيها ستون بلس 8. واخر جايزه طبعا زي ما انت شايف سبايدر سيريس، ده كمان ايه؟ لا ده هو اصلا مقسمها لك يعني، ده سبايدر سيريس، ده عندك دراجون سيريس، وعندك هنا فليملينج سيريس. لا هي بص هي متقسمه عموما، يعني هي متقسمه هي متقسمه، كل واحد لما توصل ليفل معين بتاخد الجوائز بتاعتها حلوه جدا برضه. لا جميله على فكره، جميله جميله جدا. كمان ايتمات الان سبيريت تحفه جدا بجد، موضوع لذيذ لذيذ لذيذ. تعال هنا نشوف سبكتر. هنا بقى بسي بي اس تقدر تشتري الايتم اللي انت عايزه خالص وتريح دماغك من الجمانات والمونتات. وعندك كمان سبكتر بيل سبلاي باك اللي هي دي يا جماعة اللي بنستخدمها في الايفنت ها، وده الديمون بيل ده الأعلى. طيب هل في أي حاجة تاني هنا؟ ندوس هنا في أي حاجة تاني؟ في جريم لوفت أهو ديت اللي احنا شفناه. عندك ويتش هاوس، في كمان وحوش تانية غير بتفتحها برضو بس تبع كروس سيرفر. هنا عند الرنكات مفيش كلام لسه مع الأسف، في كروس سيرفر، في سايلنت هيل. طبعا بقى تفضل تجمع في الاسبكتر ديه وتزود الوحش بتاعك، تقدر تاخد الجوائز
وهكذا وهكذا لغايه ما توصل لاعلى الرانكات باذن الله تعالى. ايفنت جميل ولذيذ، خلي بالك ايفنت الهالوين وهدايا بتاعته تحفه جدا. وعلى فكره بجد كل ايفنت بينزل الجيرمنت والماونت والجناح بيبقى شكله افضل واقوى بكتير. بكلم بجد. كان معكم يا محمد من فيديوهات لعبه كونكور لاين، ما تنساش تتابعنا بكل يعني تابعنا باللايك والشير وكل حواراتك الحلوه جدا دي عشان نقدر ان احنا نستمر اكتر واكتر باذن الله تعالى. اشوفكم على خير والسلام عليكم.